السلام عليكم. بعيد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من 3 شهور، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية وكبريات الدول الأوروبية إلى إعلان دعمها القوي والثابت لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وقد بلغ من دعم الأوروبيين والأمريكيين لإسرائيل أن رفضوا أي وقف لإطلاق النار، بل واجه مناصرو فلسطين وغزة في الغرب حملات تضييق وتهديد. وبعد مضي نحو 100 يوم من حرب مفتوحة على غزة سقط فيها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ما زال الغرب يقف مؤيدا لإسرائيل بالرغم مما يقال عن تراجع حماسة دول غربية لهذه الحرب. لماذا كل هذا الدعم الغربي لحرب إسرائيلية عنيفة وشرسة على قطاع محاصر ومعزول عن محيطه الخارجي؟ ما جوهر الموقف الغربي من هذه القضية؟ ولماذا كان الموقف العربي باهتا من هذه الحرب؟ وهل يتطور هذا الموقف العربي ويزداد جرأة في رفض الحرب؟ هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة التي تأتيكم تفاصيلها بعد متابعة التقرير التالي. أكثر من 100 يوم من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة، حرب بلغت حصيلة ضحاياها حتى اليوم نحو 100,000 بين قتيل وجريح ومفقود، ثلثاهم من النساء والأطفال. وبينما تتواصل الحرب تتواصل معها مواقف الحكومات الغربية الداعمة للاحتلال رغم تصاعد الأصوات الشعبية الرافضة للحرب، كما يتواصل في رأي الكثيرين عجز النظام الرسمي العربي عن أي فعل حقيقي يوقف المجزرة المتواصلة وإن أعلن رفضه للعدوان الصهيوني. الموقف الغربي يبقى بحسب مراقبين متسقا مع نفسه في دعم كيان منذ تأسيسه سنة 1948، وإن صاحب ذلك الدعم المتواصل بعض الانتقادات غير المؤثرة التي يفرضها ارتكاب الاحتلال الصهيوني للمزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. أما عن الموقف العربي الرسمي فقد مر بتحولات عدة على مر سني الصراع، فمنذ بدأت الحكومات العربية طريق التسويات والتطبيع مع الاحتلال تغيرت النظرة الرسمية العربية إلى المقاومة الفلسطينية بوصفها عبئاً يسمح له بهامش ضيق من الحركة والدعم بعد أن كان دعمها واجباً مستحقاً. ثم ما لبث هذا الوصف أن تغير بعد انكسار موجة الربيع العربي الذي كان مناصراً للقضية الفلسطينية، فانخرطت الأنظمة في الثورات المضادة وتحولت المقاومة الفلسطينية في نظرها إلى خصم ضمن موجة شاملة من التضييق وقمع الإرادة الشعبية المطالبة بحقوق الشعب العربي والمساندة للحق الفلسطيني. من هنا فإن احتمال تحول الموقف الرسمي العربي نحو دعم المقاومة يظل احتمالاً ضعيفاً بحسب محللين بسبب توجس الأنظمة العربية من كل تحرك شعبي ورفض هذه الأنظمة للعمل المسلح كوسيلة لتحرير الأرض المحتلة، بينما تبقى خسائر الاحتلال في المعركة وعجزه عن تحقيق أهداف الحرب عاملاً رئيساً في إنهاء العدوان على غزة. موضوع هذه الحلقة نضعه على طاولة الحوار مع ضيوفنا الكرام، مع حفظ الألقاب في الاستوديو عمرو عادل الكاتب الصحفي، وعبر سكايب من مدينة بون الألمانية الكاتب الصحفي أيضا نبيل شبيب، وعبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم عدنان أبو شقرة الصحفي والأكاديمي. أهلا بالضيوف الكرام جميعا. من ستوكهولم نبدأ. سيد عدنان، يعني لا تسجل كتب التاريخ أنه في العصر الحديث أو بالأحرى منذ المرحلة التي تبعت إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، لم يسجل التاريخ أن
الغرب وقف وقفة رجل واحد وراء هذا الكيان كما يسجله في حرب هذه في الحرب على غزة، باستثناء حالة نادرة في حرب 73 والجسر الجوي الأمريكي. لكن اليوم الغرب كله يبدو محتشدا وراء إسرائيل في حرب على قطاع صغير ومعزول. ما الأبعاد التي تحكم المقاربة الغربية في الموقف من هذه الحرب برأيك؟ بداية تحياتي لك أستاذ جهاد ولضيوفك الكرام وللمشاهدين، أهلا وسهلا، والرحمة لشهداء فلسطين والعافية لجرحى فلسطين والحرية لأسرى فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين. هناك عدة عوامل تجعل هذا الغرب يركض وراء الكيان الصهيوني أو يدعم هذا الكيان الصهيوني. بداية أن الكيان الصهيوني هو مشروع استعماري بالدرجة الأولى، يعني نحن نعرف أن الإنجليز تحدثوا عن إقامة وطن لليهود، وهذا الكلام من حوالي 200 سنة، وكذلك نابليون بونابون، وكان في الأغلب اليهود هم الذين يرفضوا إقامة وطن لهم. ولذلك كنا رأينا حتى في مرحلة متأخرة من المشروع الصهيوني كان هناك الأرجنتين وكانت أوغندا وكانت سيناء وكثير من الأماكن. يعني فلنتفق بداية، كما عرف هيرتزل الحركة الصهيونية، قال أننا مشروع استيطاني إحلالي، هو قال مشروع استعماري استيطاني، وهذا ما أكد عليه بن غوريون عندما وصف المعارك مع الفلسطينيين، قال عاملناهم كما عامل المستعمرون البيض السكان الأصليين. فهي بداية مشروع استعماري، ولكن كذلك هناك العامل الديني. نحن يجب أن لا ننسى أن البروتستان تحديدا كانوا منذ البداية، منذ حوالي 400 سنة، يتحدثوا عن إعادة اليهود إلى فلسطين لأنهم ينتظروا العودة الثانية للمسيح. يعني هم يروا إقامة الوطن، إقامة الكيان الصهيوني هو الذي سيعيد المسيح إلى فلسطين، ومن ثم يكون الملكوت الذين يتحدثوا عنه. ثالثا، هناك العامل أن كثير من الأحزاب التي تحكم حاليا في أوروبا، ولو تركنا أمريكا لأن الموضوع في أمريكا هو من أقدم ومن وجود اللوبي الصهيوني، لوجدنا أن هناك حركات شعبوية وحركات عنصرية. هذه الحركات الشعبوية بداية تريد أن تنظف تاريخها النازي والفاشي، ولذلك تدعم الكيان الصهيوني بهذه الطريقة. ونحن نرى مثلا إيطاليا مالوني التي تدعم الكيان الصهيوني بكل ما تملك، وكذلك الألمان بسبب المحرقة النازية التي ارتكبوها بحق اليهود. ولا ننسى أن كثير من هذه الحكومات الشعبوية هي ترى أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة هو يحقق جزء من أمانيها بعدائها للعرب بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص، للأجانب بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص. وكذلك هناك النظرة الاشتراكية، يعني جزء من الأحزاب الاشتراكية لا زالت تنظر كأن المشروع الصهيوني هو مشروع مثالي اشتراكي. وهناك نقطة إضافية لهذا الموضوع، أن الأوروبيين رأوا أن الكيان الصهيوني بخسارته في قطاع غزة بعد طوفان الأقصى سيعزز حركات التحرر بالعالم العربي ويعطي بريق أمل للشعوب العربية بالتخلص من هذه الدكتاتوريات الموجودة حاليا، خصوصا أن الكيان الصهيوني والأوروبيين يتباهوا بأن الكيان الصهيوني هو واحة الديمقراطية في صحراء الدكتاتوريات العربية. طيب. هذه العوامل وهناك عوامل أخرى اجتمعت كذلك لتؤكد هذا الدعم الصهيوني، لتؤكد هذا الدعم الغربي للكيان الصهيوني كقاعدة استعمارية متقدمة. تحدثت عن عوامل قد تكون مبررة أو مبررة لهذا الدعم السياسي الغربي لإسرائيل، ولكن وهنا أنتقل طبعا إلى بون الألمانية لأسأل السيد نبيل، ماذا عن القلق الأوروبي من وجود تظاهرات داخل المدن الأوروبية؟ يعني قد يشق على كثير من الناس فهم هذه الحدة الغربية، القلق الغربي الذي يدفع الحكومات الغربية إلى الامتعاض من مجرد خروج تظاهرات داعمة لناس تذبح في غزة. هل ثمة تفسير منطقي لهذا الموقف المغالي في دعم الحرب الإسرائيلية على غزة والتضييق على الناس داخل أوروبا في رأيك؟ يعني أولا ما قاله الأستاذ عدنان نؤكد عليه 100% من جهة، ومن جهة ثانية لذلك نحن لا نسمي، أنا لا أسمي الواقع ما يقدمه الغرب للإسرائيليين أو الدول الرئيسية في الغرب للإسرائيليين بأنه دعم
بقدر ما هو دفاع عن المشروع ذاته الذي هو مشروع غربي قبل أن يكون صهيونيا. يعني المشروع الغربي هذا يدافع عنه لأنه يشعرون بأنه في خطر كبير يمكن أن يسقط. هذا الأمر الواقع يكشف أيضا أمر آخر، وهو أن القيم التي كانت يدعو إليها الغرب أو يتحدث عنها الغرب، سواء من جانب الحريات، تحرر تحرير الشعوب إلى آخره، الديمقراطية، الحريات والحقوق، كل هذه الأشياء الواقع انكشفت في هذه القضية، قضية فلسطين بصورة خاصة إلى حد كبير. وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج المظاهرات في كل مكان، خرجت فيما يتعلق في احتلال العراق، خرجت فيما يتعلق بالانتفاضة الأولى في فلسطين، الانتفاضة الثانية وانتفاضة الأقصى أي الانتفاضة الثانية. يعني كانت دائما الواقع تقف إلى حد كبير مشبعة بالقيم التي تستدعي دعم الجهات المستضعفة والجهات المستعمرة والجهات التي تتعرض للعدوان كما هو سيد الحال. سيد نبيل، يعني كلامك يعني قد يكون كما أسلفنا مبررا للدعم السياسي، لكن اليوم أوروبا ممتعضة من تظاهرات في الداخل، ما الذي يدفعها إلى القلق في الداخل؟ يعني ألمانيا الآن أول أمس الأول أرسلت 10,000 قذيفة إلى إسرائيل. يعني ما الذي يجعل أوروبا قلقة كل هذا القلق الشديد الذي يجعلها تضيق ذرعا بتظاهرة تخرج في شوارع بون أو لندن لدعم المقتولين المدنيين في غزة؟ يعني الكيان الإسرائيلي أولا خدم هذه الأنظمة الغربية إلى حد كبير، هو الثكنة الأولى للغرب في هذه المنطقة، فهو يخشى من سقوط هذه الثكنة. ولكن من جهة أخرى الواقع يخشى من كشف بعض الأمور التي تتعلق بالقيم الأوروبية التي قيم التنوير، قيم عصر التنوير، والتي قامت عليها الدول الأوروبية جميعا إلى حد كبير، يعني دول الغرب عموما، يعني قامت على هذه القيم، والآن تحترق هذه القيم بشكل مباشر، فهي قلقة أيضا من أن يصل هذا بالعدوى حتى إلى شعوبها. يعني في الوقت الحاضر تحكم الدول الغربية السيطرة والهيمنة المادية في الدرجة الأولى، فهي التي تحكم في كل مجال وتصنع كل قرار من وراء جميع الواقع، الأجهزة الديمقراطية الموجودة، حتى إذا يعني تعدت الحكومات حدودها في بعض الأمور تجد هذه الواقع الضغوط المادية الكبيرة. فيمكن إلى حد كبير إذا رجعت هذه النظرة الشعبية أو تحكيم إرادة الشعب في واقعه، في أوطانه، في مصيره الواقع، هم يمكن الواقع أن تؤثر على الاستقرار الحقيقي لهذه الهيمنة الغربية، الهيمنة المادية في الدول الغربية، فهي تخشى منها من هذا الجانب. فلما تأتي المظاهرات وتؤيد بهذا الشكل الذي يلفت النظر مئات الألوف يعني في كل مكان إلى حد كبير، الواقع يمكن أن يعني هذا سبب القلق الذي أراه، يعني القلق السبب الأول. طيب في الاستوديو سيد عمرو، يعني من حيث المعطيات السياسية والميدانية في غزة، هل يوجد برأيك ما يبرر هذه الاندفاع الغربية وراء إسرائيل وما فعلته ألمانيا من إرسال يعني آلاف القذائف، وما تفعله أمريكا من شبه جسر جوي متواصل لإسرائيل في حرب على فصيل، على قطاع صغير، يعني حي من أحياء أي مدينة غربية؟ نعم، الحقيقة هذا أمر منطقي جدا. ليه بقى؟ لأن الحضارة الغربية أنتجت أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني بيعتبر النموذج النهائي للاستعمار، نموذج الاستعمار الإحلالي زي ما قال الدكتور النموذج عمال. النهائي نعم، يعني هو في كل ما تم تجميعه من خبرات في التاريخ كيف يمكن إنتاج نظام يستطيع أن يعني يقوم بمثل هذا النوع من الاستعمار، وهو بيمثل لهم قيمة كبيرة استراتيجية في وجوده في هذا المكان، تفتيت الأمم العربية، قوة موجودة تضغط على الدول المحيطة، وإحنا شفنا معاملات التطبيع الموجودة. فنتخيل حضرتك أن هذا الكيان بكل الاستثمارات الكبيرة والإنجازات الكبيرة اللي عملها للمشروع الغربي في المنطقة ممكن أن ينهار بهذه السرعة في 3 ساعات من فصيل يقاتل بلا دولة. الضربة الاستراتيجية اللي خدها الكيان الصهيوني يوم 7 أكتوبر ضربة كانت ممكن تقضي عليه، وطول التاريخ حجم الدعم الغربي، أليس في هذا مبالغة؟ لا لا أبدا. حضرتك في فرقة كاملة من أكثر الفرق استعدادا، فرقة غزة، وتم القضاء عليها تماما وتفتيتها في 3 ساعات، ودخل الكيان الصهيوني في فترة من الفوضى لا يقل عن 36 ساعة كمان على ما استعاد وعيه تاني بعد الضربة اللي خدها. هذه المعركة دايما الغرب حجم الدعم بيتناسب طرديا مع خطورة الموقف على الكيان الصهيوني. شفنا في أكتوبر حصل إيه، برضو جسر جوي ودعم سياسي لا محدود في كذا موقف بيحصل دعم، ولكن الدعم له سقف،
في لحظات الخطر الوجودي بيصل الدعم الى ما لا نهايه، وده اللي شفناه دلوقتي. فبالتالي الغرب مدرك ان هو في خطر وجودي على الكيان الصهيوني بسبب هذه الكلمه المفتاحيه. اذا يعني مرده الى الاحساس بالخطر الوجودي. نعم نعم، خطر وجودي على الكيان. والمشكله الخطوره ان مع استمرار، او عشان كده عايزين يبيدوا المقاومه، هذا النموذج من المقاومه لو امكن تكراره في نقاط اخرى في المنطقه العربيه سيتم القضاء على النظام العربي. تخيل حضرتك مجموعه محاصره بلا دعم، بلا اي يعني حد بيدعمها اطلاقا، امكانيات تسليحيه بسيطه جدا، لكن قدروا هي ليست بلا دعم، هي بلا دعم وهي محاصره ايضا، ومحاصره نعم. وبامكانيات بسيطه جدا استطاعوا بالتخطيط الجيد والتنظيم والاراده انهم يقضوا على واحد فرقه في واحد من اقوى الجيوش الموجوده هي اقوى جيوش المنطقه عمليا. نعم، فتخيل لو كان ده حصل في دول اخرى. فهذا عشان كده الدول العربيه رافضه، يعني عايزه تبيد هذه الفكره. لو نجحت الفكره دي واعيد سنسخها تاني، الموضوع كله هيتغير في العالم. فبالتالي هذا وهيغير شكل العالم كله، مش بس في المنطقه العربيه، في غيرها، في دول كتير تحت الاحتلال الضمني، يعني في افريقيا وفي اسيا وفي غيرها. ففكره المقاومه نفسها تنجح هذا القدر الكبير، ده في خطر على بنية النظام الدولي كله. علشان كده لقينا الدعم الهائل من النموذج او من المجتمع الغربي العلني والعلني، وبيحارب شعبه، بيتكلم في ناس سابت وظائفها وناس اتحطت في قوائم ارهاب بسبب بس دعمها للمقاومة في فلسطين، وحرمت ناس من الجنسيات وهي نعم مقيمة وتستحق نعم قانونيا نعم الحصول على هذا اللجوء. أذهب مرة أخرى إلى ستوكهولم سيد عدنان. يعني هذا الموقف الغربي حقيقة يصطدم بسردية داخلية في الدول الأوروبية، وهي سردية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. أريد أن أسألك عن المبرر السياسي الذي تسوقه الحكومات الغربية للداخل الأوروبي لإقناع شعبها بأن موقفها لا يتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية التي تسوقها داخليا. وهل ما زالت سردية حقوق الإنسان والسردية الغربية فيما يتعلق بغزة ما زالت ثابتة في الداخل الأوروبي؟ لا بالتأكيد، يعني أظن أكثر شخص عبر عن هذا الموضوع هو مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عندما سئل عن ما يجري في أوكرانيا وما يجري في فلسطين وهل هناك ازدواجية معايير، ضحك وقال صحيح هناك ازدواجية معايير. يعني يجب أن لا ننسى أنه في الأسبوع الأول كان هناك تطابق بين السردية الحكومية والسردية الشعبية، وكانت هي سردية الكيان الصهيوني لما جرى في إثناء عملية طوفان الأقصى. ولكن بعدها بدأت هذه السردية، لأن السردية الصهيونية كانت ضعيفة وكانت مبنية على أكاذيب، واستطاع أي صحفي عاقل حتى من داخل الكيان الصهيوني أن يثبت أن هذه السردية هي مبنية على كذب، سواء من قضية اغتصاب وقتل أطفال وكذا. ونحن رأينا كيف أن الأسرى الذين كانوا في داخل قطاع غزة خرجوا وسلموا على آسريهم. لذلك أنا أرى أن السردية الحكومية لم تعد فعالة، ولذلك هذه المظاهرات التي نراها بشكل كبير. حضرتك أستاذ جهاد تحدثت مثلا عن ألمانيا، في ألمانيا كانوا يريدوا أن يمنعوا الناس أن تخرج في مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار وتتحدث عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة. استطاعت الناس بهذه الجموع الكبيرة جدا أن تخرج. كانت نفس الظروف في فرنسا. فرنسا حاولت كذلك أن تمنع المتظاهرين. مجرد منع المتظاهرين ضربت السردية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وأن الناس كلها متساوية. تبين أن صحيح أن الناس متساوية، ولكن هناك بعض متساوي أكثر من الآخر، ألا وهو الجانب الصهيوني. ولذلك رأينا أن الشعوب الأوروبية بدأت هي التي تطالب حكوماتها بعملية التغيير. أعطت بعض النتائج، لم تغير كليا يعني، ولكن احنا رأينا مثلا موقف الرئيس الفرنسي ماكرون منذ البداية كان يريد إنشاء تحالف كبير جدا على غرار التحالف الذي قاتل داعش ليقاتل قطاع غزة، يعني حرب عالمية على قطاع محاصر منذ 17 عاما. يعني ولكن هذه المظاهرات وما رأوا من مذابح وإبادة جماعية أجبرت ماكرون على الأقل في التراجع بعض الشيء. ولكن يجب أن لا ننسى، يعني مثالا ألمانيا، شولز وهو رئيس الوزراء هو المستشار
في ألمانيا قال أن موضوع أمن إسرائيل هو موضوع أمن داخلي، وهذا ما أكدت عليه ميركل. يعني نحن تحدثنا منذ البداية أن هذا المشروع هو مشروع استعماري يخدم الدول الغربية. الدول الغربية لا داعي لأن ترسل جيوشها إلى المنطقة لتسيطر على المنطقة العربية، يكفي أن يكون هناك هذا الكيان الصهيوني المسخ وهو الذي يتحكم بجميع مرافق الدول العربية. ونحن سمعنا نتنياهو يقول للقيادات العربية اصمتوا، فصمتوا وإلا تخسر عروشكم. ولذلك أنا أرى أن هناك تغيير شعبي، هذا التغيير الشعبي يجب أن يستغل حتى يصبح تغيير سياسي. وأنا متفائل أن هؤلاء الذين يتظاهروا الآن من الشباب هم جيل السياسيين القادمين في القارة الأوروبية، ونحن لاحظنا أن هناك تغيير حقيقي تجاه القضية الفلسطينية. من كان يجرؤ يوما أن يخرج ويقول من النهر إلى البحر ستكون حدود فلسطين؟ الآن هذه شعارات يقولها الغربي قبل أن يقولها الفلسطيني. لكن ربما فأظن أن هذه عملية المظاهرات التي تخرج ضربت السردية الحكومية وأثبتت أن الحكومات في واد والشعوب بواد، ولكن يجب ترجمتها إلى ضغط سياسي على هذه الحكومات لإيقاف وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في قطاع غزة. قبل التغيير في أوروبا ينبغي أن نبحث عن الموقف الحقيقي من المحيط القريب من فلسطين ومن غزة تحديدا. الموقف العربي قد يكون مفهوما الدعم السياسي الغربي لإسرائيل، لكن ما ليس مفهوما هو الفتور العربي من هذه الحربية على قطاع غزة. نريد أن نعرف ونغوص في هذه الأسباب بعد فاصل قصير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة والموقفين الغربي والعربي منها في الاستوديو. سيد عمر، يعني قد يكون مفهوما هذا الدعم الغربي غير المسبوق لإسرائيل بناء على الاعتبارات التي تحدث عنها ضيفانا من بون وستوكهولم قبل قليل، لكن هل يمكن أن تفسر لنا الموقف العربي الباهت من هذه الحرب برؤية يعني موضوعية؟ لماذا العرب فاترون من هذه الحرب؟ هو الحقيقة الحكومات العربية، الأنظمة العربية هي اللي تعامل مع هذه الحرب بشكل فاتر جدا وبارد وربما عدائي. هذا مفهوم من خلال ترتيب الأحداث من 20 سنة اللي فاتوا. الحكومات العربية بالطبع مع الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني مسيطر بشكل ما ومتعاون بمحاور استراتيجية مع بعض الأنظمة العربية في مشروعات مشتركة، في تنسيق أمني، في تنسيق استخباري. النظام المصري بيحاصر قطاع غزة من 10 سنوات حصار كامل وهد الأنفاق. إذن ففي مقدمات لعداء الأنظمة العربية لنموذج المقاومة الشعبية أو المقاومة المنظمة الموجودة في قطاع غزة. ففي نقطتين، أولا أن الأنظمة العربية بتتعاون مع الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني ليه دور في تثبيتها في مكانها. الأمر الثاني هو رفض الأنظمة العربية لفكرة المقاومة الشعبية اللي ممكن لو انتقلت تعمل لها أزمة كبيرة جدا. فمن المنطقي أن يبقى مش بس في فتور، لا ده في عداء كمان لفكرة المقاومة والحركة حماس والحركات المقاومة الأخرى الموجودة داخل قطاع غزة. وأنا أعتقد يعني إحنا لو بصينا للأمور وما يحدث في المنطقة، هلأ أن في جسر اتعمل بري من بعض الدول العربية للكيان الصهيوني لإمداده بالغذاء وربما بالسلاح،
وفي حصار تقصد بعد الـ بعد الـ بعد الـ بداية الحرب نعم بعد المشاكل نعم في حصل بعض المشاكل في الامدادات عندهم والمواني توقفت تقصد بعد التصعيد في البحر الاحمر نعم بعد توقف المواني ابتدى يتعمل جسور برية علشان تمد الكيان الصهيوني باحتياجاته والكلام ده ما حصلش مع قطاع غزة. مصر قافله معبر رفح تماما قافله حتى مندوب الكيان الصهيوني بيقول مصر هي المسؤوله عن المعبر مش دعوه لكن بسبب البنيه التحتيه والمعبر غير مخصص للاعانات بقدر ما هو مخصص للافراد يعني كما قالت لكن المصر. ممكن تتحل المشكله دي مشكله بسيطه جدا يعني تتكلم عن دوله قادره على انشاء معبر كامل في ايام احنا بقالنا 100 يوم والناس بتموت من جوه فعلا وانت مش قادر تحل الازمه ومع ذلك انت بتعاون الكيان الصهيوني. طب العشر سنين اللي فاتوا حصار قطاع غزه كان ليه؟ لانه معادل للمقاومة. طب اين مصلحة الدول العربية في هذا؟ مصلحة وبقاء الانظمة. هو حضرتك في فارق ده نتفق ان في فارق بين الحكومات والانظمة وبين مصلحة الـ 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 الامة او مصلحة الدولة. النظام مصلحته بقت مختلفة عن مصلحة الشعب والدولة نتيجة الانفصال اللي حصل بينهم. فبالتالي هذا النظام مصلحته في البقاء مع القوى الاقوى في المنطقة الكيان الصهيوني المرتبطة بالمشروع الغربي. لكن لو أذنت لي أن أذهب إلى بون سيد نبيل، الدول العربية بذلت بعض الجهود المتقدمة منذ شهر أكتوبر بعد أيام من إطلاق إعلان الحرب الإسرائيلية على غزة، وعقدت مصر مؤتمر القاهرة للسلام وشاركت فيه عدد من الدول العربية والغربية، وحاولت السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكن الذي عرقل هذه الجهود هو الدول الغربية، ثم بعد ذلك فترت هذه الجهود العربية. بما تفسر فتور هذه الجهود؟ هل هو عجز عن إحداث تغيير أو خرق، أم يأس من إمكانية أن تغير إسرائيل أو تلين رأسها في هذه الحرب؟ سيد نبيل. طيب، لا يبدو أنه لا يسمعني سيد نبيل. طيب أذهب مرة أخرى إلى ستوكهولم. أستاذ عدنان، الموقف العربي الرسمي في غزة يعني رفض مبدأ التهجير، رفض مبدأ تصفية القضية الفلسطينية، لكن ثمة من المراقبين من يفهم هذا الرفض كما لو أنه سكوت أو قبول ضمني بعملية التصفية. يعني نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية، لكن ماذا عن القتلى الذين بالمئات يسقطون يوميا؟ كيف يمكن أن تفهم هذه الرسالة على الأقل من الجانب الإسرائيلي؟ الجانب الإسرائيلي كان واضحا بما بهذا الخصوص. يعني أنا ذكرت ما قاله نتنياهو عندما قال للحكام العرب إذا أردتم أن تبقوا محافظين على مراكزكم وعروشكم عليكم أن تصمتوا، فصمتوا. يعني الآن يعني كنا ننتظر، تفضلت أستاذي بأن الغرب جاء بقده وقديده لمساعدة الكيان الصهيوني سواء بالسلاح أو بجميع الإمدادات، لدرجة أن مارتن إنديف السفير الأمريكي السابق في الكيان الصهيوني قال يبدو أن قدر أمريكا دائما أن تأتي وتدافع عن الأمن الإسرائيلي. يعني ما يجري هو فعلا كما ذكر ضيفة كذلك أنها كانت ضربة قاسمة للكيان الصهيوني، هي ضربة كوت الوعي الصهيوني بأن هناك من يستطيع أن يتحدى هذا الكيان ويمرغ أنفه وأنف جيشه الكبير بالتراب. ولذلك كانت ردة الفعل الجنونية من الكيان الصهيوني على هذا الموضوع أنه أنت قاعدة متقدمة لنا ولا تستطيع أن تفعل هذا الأمر. المشكلة أن القيادات العربية يعني حتى في عز الحرب على غزة والإبادة الجماعية الآن يتم الحديث عن طرح مبادرة عربية، وكما قال مسؤول عربي كبير نحن نريد أن نطبع مع إسرائيل لإنقاذها من هذا المأزق. يعني الغرب يأتي إلى إسرائيل ليساعد، العرب يبعد عن فلسطين، وهذا ليس غريب. يعني نحن نتحدث عن أنظمة ديكتاتورية لم يختارها الشعب، وحتى لو تم تزيين ذلك بانتخابات مزيفة سواء في مصر أو في أي دولة عربية أخرى، هؤلاء لا يمثلوا الشعوب العربية. ولذلك الكيان الصهيوني مرتاح جدا على وجود هكذا قيادات تنظر إلى الشعب الفلسطيني وهو يذبح، تنظر إلى أطفال فلسطين وهم يموتوا جوعا ومن الجوع ومن البرد. يعني أن تكون مصر هي حارسة للكيان الصهيوني، يعني المعبر بين 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 معبر رفح، يعني لو ألقوا بالغذاء إلى أهل غزة لوصل الغذاء لأهل غزة، لو ألقوا بالدواء إلى من فوق السور لوصل إلى أهل غزة.
ولكن يبدو أن هناك إصرار على عدم نجاح. لكن سيد عدنان يعني معذرة، هناك 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 جهود عربية، وحاولت مصر يعني استضافت مؤتمرا لوقف إطلاق النار، ووصلت عشرات بل مئات بل آلاف الشاحنات منذ بدء الحرب حتى الآن، المساعدات القافلات المساعدة إلى غزة. لكن سأعود إليك لو أذنت لي أن أرجع مرة أخرى إلى الاستوديو. سيد عمر، يعني مصر سعت إلى وقف إطلاق النار، لكن الذي عرقل هذا الأمر مصر مع عدد من الدول العربية، الذي عرقل هذا الأمر هو الدول الأوروبية رافضة كليا لمبدأ وقف إطلاق النار. ماذا عسى الدول العربية أن تفعل إزاء هذا الأمر؟ تقدم الأكل والمية. يعني سيبك من وقف إطلاق النار، صعب القدرة على التأثير في مجريات الحرب صعب. طيب. لكن قدم أكل ومية وسلاح للدرع الاستراتيجي الرئيسي الأول في حدود لكن مصر. محكومة باتفاقية سلام مع إسرائيل، وهذا وهذه الكارثة الكبرى اللي احنا بنتكلم عنها من السبعينات في اتفاقية كامب ديفيد الملعونة قيادة مصر. طيب. ولكن هناك أمور بعد 2005 واللي حصل وانسحاب إسرائيل كان الصهيوني من قطاع غزة، بقى المعبر ده بقيادة مصرية فلسطينية، إذن الصهاينة ليس لهم دخل فيه. ليه مصر ما بتتحكمش في هذا المعبر وتدخل؟ ناس بتموت من الجوع، بتموت من الجوع. إذا ففكرة أن مصر بتقدم ما يجب، هذا حقيقة كلام صعب جدا. كان بتدخل 500 شاحنة في اليوم، هبتكلم في 10-15 شاحنة كل يوم، والناس وما فيش الناس بتخرج هناك، المصابين ما بيدخلوش إلا بموافقة الكيان الصهيوني. إذا ففي أزمة كبيرة جدا في النظام المصري وتعامله مع الحرب. وزي ما ذكرت حضرتك ان ممكن هدف مصر تصفية المقاومة الفلسطينية مهما كان عذاب الشعب الفلسطيني او التدمير اللي بيحصل فيه، والتدمير اللي بيحصل في قطاع غزة، بالرغم ان دائما قطاع غزة هو المصد الاول، او هذه المنطقة المصد الاول لحماية الحدود المصرية طول التاريخ. ومع ذلك النظام المصري ما عندوش الرؤية دي، وبيتعامل مع المقاومة في غزة وكأنها عدو، بالذات بعد انقلاب 2013. ربما يقول لك مثلا المتابع انه هذا الكلام في نوع من التجني على النظام المصري باعتبار، او على الدولة المصرية عموما باعتبار الذي يمثلها النظام الآن، باعتبار أن النظام يعني هو لا يستطيع أن يؤثر كثيرا كما تفضلت في مجريات الحرب، لكنه متكئ على الرفض الأمريكي تحديدا لأي تغيير في المعادلة الجيوسياسية داخل فلسطين. يعني هو يرفض مبدأ التهجير الأمريكيون، ويصرون على أن تحكم فلسطين من قبل الفلسطينيين، ويرفضون بقاء الإسرائيليين أمنيا وعسكريا في غزة. ألا يدفع هذا بشبهة القول بأن النظام يعني يتعامل بشكل عدائي مع غزة النظام المصري؟ شو بحركة؟ أنا أعتقد أن الأمريكان هدفهم هو يتحول قطاع غزة زي الضفة بنفس النموذج ونفس النمط. هذا النموذج ليس له ضرر، بمعنى اللي تبقى فيه سلطة، السلطة تابعة للكيان الصهيوني، والشرطة اللي تابعة للسلطة بتمارس أمناً على بدل الصهاينة. فهو هدفه أن قطاع غزة يتحول كده، هذا الهدف الأمريكي الطويل. الصهاينة مش حمل يستحملوا الكلام ده، ومش حمل ضربة تانية ياخدوها فعايزين يقضوا عليها بالقوة الخشنة، لكن الأمريكان عايزين يقضوا على المقاومة بطريقة ناعمة، وبيساعد هذا الأمر مصر. ولكن في الوقت الحالي النظام المصري والأنظمة العربية أيضا بعد الضربة الكبيرة اللي خدتها الصهاينة ما عندهمش القدرة يتحملوا إعادة هذا الموقف، أو أن يبقى في نجاح ولو جزئي للمقاومة فيما فعلته، عشان لا يتكرر هذا النموذج في مناطق أخرى. لكن سيد عدنان، يعني قبل أن أذهب إلى فاصل أخير، الدول العربية واضح أنها ثابتة على قضية على ثابتين، مصرة على ثابتين، أولا ضد تصفية القضية الفلسطينية، وثانيا ضد تهجير الفلسطينيين من غزة. هذان الثابتان برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثران على مجريات الحرب داخل غزة اليوم، على غزة عفوا؟ أستاذ جهاد، أنا أخالفك، هو ليس ثابت أنه لا يريد تصفية القضية الفلسطينية. يعني الاتفاقات التي عقدت مع الكيان الصهيوني بين بعض الدول العربية، وأخرهم كانت المشروع تطبيع مع السعودية، كانت هي تصفية للقضية الفلسطينية. يعني الدول العربية إذا لم تريد، تأذن لي سيد عدنان أن أحاورك، أرجو أن تأذن لي بالمحاورة معك، يعني هي لا يمكن الاعتبار تصفية للقضية الفلسطينية باعتبار أن العرب في قمة بيروت قدموا مبادرة السلام مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على أرض 67. يعني حتى عندما تريد أن تطبع السعودية، ونحن لا نريد أن نخصص أي دولة هنا، ليس مجال حديثنا، لكن هي تنسجم مع المبادرة العربية المقدمة في قمة بيروت. يعني لو أخذنا حتى المبادرة العربية، يعني دائما تأتي المبادرات بعد الحروب،
يعني مبادرة ريغان جاءت بعد حرب 1982. دائما نحن نتحدث عن مبادرات عربية مثل حاليا المبادرة العربية المطروحة. هناك طرح أن يكون هناك يعني عدم وجود مقاومة في قطاع غزة، يكون نوع من السلطة التي تحدث عنها ضيفك، وأن تكون هذه السلطة شبيهة بسلطة رام الله بأنها محكومة من الكيان الصهيوني. هذا ما يتحدث عنه العرب. عندما لا تريد تصفية القضية الفلسطينية عليك أن تقدم لمن يدافع عن القضية الفلسطينية. من يدافع حاليا في غزة عن تراب غزة هو يحمي الأمن القومي العربي. إذا لا سمح الله هزمت غزة ستهزم جميع، ليس فقط الأنظمة، أنا لا أتحدث، الأنظمة بالأساس مهزومة، ولكن ستهزم الشعوب العربية ويصبح الصهيوني قادر على دخول أي بيت ويفعل ما يريده في هذه المناطق. ولذلك أنت لا تستطيع فقط أن تتحدث عن مبادرات إذا كان أنا عندي مقاومة أثبتت للعالم أنها باستبسالها ودفاعها عن شعبها. وللعلم أهل غزة هم الذين لا يريدوا أن يخرجوا. يعني نحن لاحظنا أنه عندما انسحب الكيان الصهيوني، جيش الكيان الصهيوني من بعض المناطق شمال من شمال غزة، ذهبت الناس وهي عارفة أن بيوتها مدمرة. يعني لا أحد يحمل شعب غزي جميلة أنه والله إحنا عم نمنع التهجير عنكم. أهل غزة هم الذين لا يريدوا أن يهاجروا. سيد عدنان، يعني سيد عدنان قبل أن أذهب إلى الفاصل مع الاختصار من فضلك، يعني عندما يقول المسؤولون العرب بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية وأنه لا تهجير للفلسطينيين من غزة، على الأقل يجب أن نتبنى أن هذا ثابت على الأقل في على ألسنتهم، فهم يعني لم يخرقوا مبادرة السعودية في قمة بيروت حتى الآن على الأقل. هل يمكن القول بأن هذين الثابتين، وأعرف أن لديك تحفظا عليهما، هذين الثابتين يمكن أن لهما أن يؤطرا الحرب الإسرائيلية على غزة ويضعان لها حدود في نهاية الأمر؟ أنا أوافق إذا كان هذا سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية باستقلال وبسيادة فلسطينية. أما أن نتحدث عن سيادة تشبه سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا، هذا ليس لا دعم للقضية الفلسطينية. وهذا الثابت الذي نتحدث عنه عدم تصفية القضية الفلسطينية. للعلم إذا كنا نأخذ الكلام، فشارون المأفون شارون الذي ارتكب المجازر بشعبنا الفلسطيني كان يتحدث عن دولة فلسطينية، ويقول أنا مستعد أن أعطي الفلسطينيين دولة فلسطينية، ولكن أين هي هذه الدولة؟ يعني الدول العربية في كل مرة تتنازل أكثر، نجد التطبيع مع الكيان الصهيوني. لو التزمت الدول العربية بالاتفاقية التي تفضلت بها، اتفاقية المشروع الذي قدمته السعودية سابقا، المفروض أن لا يطبع أحد مع الكيان الصهيوني قبل إقامة دولة فلسطينية. فلماذا ذهبوا وطبعوا مع هذا الكيان قبل أن تقوم دولة سيقولون لك إن الفلسطينيين عبر منظمة التحرير قبلت بهذا المبدأ ريثما تقام دولة فلسطينية مستقلة. بداية أنت تفترض أن الشعب الفلسطيني كلياته كان مؤطرا ضمن منظمة التحرير. نحن نعرف أن اتفاقية أوسلو كانت كارثة على الشعب الفلسطيني. يعني أنت تنازلت شرعيا عن 78% من أرض فلسطين، أنت تنازلت فعليا عن حق العودة للشعب الفلسطيني، أنت تنازلت حتى عن القرارات الدولية التي تحدثت عن القدس. للعلم قرار التقسيم لم يقل أن هناك قدس شرقية وقدس غربية، وقال أن القدس هي مدينة دولية، يعني تشرف عليها هيئة دولية وتكون مفتوحة للجميع. نحن الذين بدأنا بالتنازلات، سواء من اتفاقية كامب ديفيد مرورا بالمشروع العربي إلى أوسلو، والآن الله يستر من ما يحضر من كثير من الدول العربية للقضية. أرجو المعذرة حتى لا يدركنا الوقت، هنا طبعا ليس وقت محاكمة اتفاقية أوسلو. لدينا فاصل أخير مشاهدينا الكرام، فاصل أخير ومن ثم نبحث فرص وإمكانية تطور الموقف العربي من الحرب الدائرة على غزة، الحرب التي أسقطت عشرات الآلاف من الضحايا والشهداء والجرحى الفلسطينيين في غزة. نعود بعد فاصل أخير. برنامج
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. ألفت عنايتكم إلى أن ضيفنا نبيل شبيب كان معنا من بون في ألمانيا، وقد انقطع التواصل معه لأسباب فنية متعلقة به، ونحاول العودة إليه مجددا سريعا إلى الاستوديو. سيد عمر، هل ترى أفقا لتطور الموقف العربي مستقبلا في المستقبل القريب والعاجل من الحرب على غزة، خصوصا وأننا أمام متغيرين؟ أولا تراجع الحماسة الغربية إذا صح التعبير للحرب الإسرائيلية على غزة، و محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بناء على دعوة قدمتها جنوب إفريقيا، ما فرص تطور الموقف العربي برأيك؟ يعني أنا منع أعتقد الإحراج على الأقل. أنا أعتقد أن التراجع الموقف الغربي نظرا لعدم قدرة الكيان الصهيوني على الحسم العسكري حتى الآن. نعم. فبالتالي في بقت الأضرار الناتجة عن استمرار الحرب أكثر من الفوائد اللي ممكن تيجي، فبالتالي لازم يحضر تغيير على المستوى الرسمي والاستراتيجي. النقطة الثانية، محكمة العدل الدولية وقبول القضية وتحريكها بهذه السرعة ربما واحدة من أدوات الضغط الغربي على، لأن طبعا نتفق أن كل المؤسسات الدولية هي في الآخر منظومة القوى الناعمة اللي بتتحكم فيها القوى الخشنة الأمريكية والقوى الرئيسية في العالم يعني. فبالتالي قبول هذه المحكمة والمحاكمة وتحركها نوع من الضغط على الصهاينة للقبول بما يريده الغرب في الحرب على غزة، لأن لازال هناك خلاف، الصهاينة مصرين يكملوا بشكل معين عكس الرؤية الأمريكية، وده واضح يعني. الموقف العربي أعتقد لن يكون له دور. الموقف العربي نتيجة لاستسلامهم للنموذج الغربي والرؤية الغربية في القضية الفلسطينية، بمعنى إقامة دولة. صحيح عايزين إقامة دولة، بس شكل الدولة دي إيه؟ دولة من ذوات السلاح، من ذوات السيادة، ناس قاعدة تحت سيطرة أمنية، إذن فهي كنتونات كبيرة، لم يقولوا فهي ليست هذا دولة، ولكن هذا ما يفعلوه فعلا، وهم قالوش بس عملوه. احنا نموذج الضفة هو ده النموذج المثالي بالنسبة للأنظمة العربية، حلنا القضية الفلسطينية، عملنا دولة، لكن الحقيقة ليست دولة على الإطلاق. لكن أصله كان خيارا فلسطينيا ليس خيارا عربيا، تحت الضغط الكبير بعد اللي حصل في العراق، يعني تحت الضغط الكبير في التسعينات بعد أزمة العراق والضغط الكبير عليهم، أعتقد ده كان واحد من الأسباب، وخطأ كارثي زي خطأ كامب ديفيد. يعني إحنا كل المعاهدات اللي اتعملت في خلال الأربعين سنة اللي فاتوا هي أخطاء كارثية، كلها كانت ضد القضية الفلسطينية. فلسطين دولة واحدة من البحر إلى النهر، هذا ما نعرفه وهذا ما يجب أن يؤمن به كل المدافعين للقضية الفلسطينية وكل الأجيال الجديدة اللي لم ترى ما حدث خلال الفترة اللي فاتت. فلسطين دولة عربية من البحر إلى النهر، قد تكون متعددة الدينات مش مهم، بس هي دولة واحدة واسمها فلسطين. طيب سيد عدنان، بالرغم من الدعم الغربي غير المسبوق لإسرائيل، فإن هناك انحسار في هذا الدعم حقيقة، وهناك كما تفضلت أنت وعدد من الضيوف أن تراجع باللكنة بالمزاج الغربي على ألسنة كبار المسؤولين الغربيين من هذه الحرب، وهذا ربما أسبابه كما ذكر السيد عمرو من أنه الخسائر الكبيرة الإسرائيلية على الأرض، وربما من جانب آخر أيضا الإحراج الذي سببه القتل الكبير وأعداد الشهداء والجرحى الكبير والتدمير الهائل من إحراج للرؤية الغربية الداخلية. برأيك هل يؤشر هذا الانحسار في الموقف الغربي إلى تغيير حقيقي في المستقبل القريب العاجل في الموقف الغربي من هذه الحرب، بحيث أنه يحصل نوع من الضغط المؤثر على إسرائيل بشأن هذه الحرب؟ من الممكن، ولكن يجب منذ البداية أن نعرف أن من يتحكم بالمسار الصهيوني هو دائما الولايات المتحدة الأمريكية. الغرب لو أخذنا مثلا الاتحاد الأوروبي،
هو مجموعة فقط كما أسميها، هي خزنة تدفع الأموال ولا دور سياسي لها. ونحن لاحظنا منذ البداية كان الدور الأمريكي هو الفاعل، جاء بلينكين وحتى خرج عن كل قواعد الدبلوماسية عندما قال أنا جئتك يهودي ولم آتي كوزير خارجية. رأينا بايدن يأتي إلى المنطقة وكل وزير الخارجية ويهوديا أيضا، جمع بين الحقتين. نعم صحيح. فهو عرف عن نفسه قال أنا جئت بداية كيهودي، يعني تصور وزير خارجية أكبر دولة في العالم يقول لك أنا خرجت يعني تركت المنصب وجئت كيهودي. ورأينا بايدن، يعني الذي حدث هم منذ البداية وضعوا أهداف كبيرة لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من هذه الأهداف. نحن رأينا أن المشروع الأمريكي كان من البداية هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يعني الذي يحسب الشيء الوحيد الذي يحسب للدولة المصرية أنها قالت أننا لن نستقبل أي فلسطيني يهجر من قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وإذا أردتم خذوهم إلى صحراء النقب. بغض النظر عن هذا الموقف أنا أعتبر أنها كانت نقطة إيجابية على الأقل وأرسلت رسالة، ولكن إذا نظرنا إحنا إلى الأهداف التي وضعها الأمريكي والإسرائيلي منذ البداية، هي لم تكن فقط أهداف إسرائيلية. الأمريكي تحدث عن إنهاء حركة حماس المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بدأوا يتحدثوا عن اليوم الذي يلي الحرب ماذا سيحدث، وبدأوا وضع مشاريع على هذا الأساس، يعني كأنهم حسموا المعركة. ولكن بعد 104 أيام لا زالت المقاومة الفلسطينية تكبد الكيان الصهيوني. هذا انعكس كذلك على الأوروبيين، هم افترضوا أن الكيان الصهيوني يملك أحدث الأسلحة وجيش متقدم جدا وسيستطيع القضاء على المقاومة في قطاع غزة، ولكن عدد الشهداء والإبادة الجماعية الواضحة، يعني نحن نعيش بزمن الكاميرا والأفلام والصور، وهذا لم يستطع الكيان الصهيوني ولا حتى الصحافة التقليدية في الغرب من إخفائها. فظهرت هذه المشاهد للأطفال والنساء والشيوخ وهم يذبحوا على مرأى ومسمع العالم. هذا ممكن أن يشكل ضغط على السياسيين في أوروبا، ولكن أظن أن ممكن تشكيل هذا نقله إلى أمريكا إذا استطاع المجموع العربي والمسلم بأمريكا القول لبايدن أننا لن ننتخبك في المرة القادمة لأننا نحن من حسمنا لك الانتخابات عندما كانت ضد ترامب. طيب. هنا ممكن أن يكون تبديل وإجبار للموقف الأمريكي من التغيير، ولكن من يغيره هو المقاومة الفلسطينية وصمودها في قطاع غزة. طيب. هذه نقاط مهمة، لكن أعود للاستديو لأختم معك سيد عمر. يعني الآن من الواضح أنه عسكريا أخفقت إسرائيل حتى الآن تماما في القضاء أو في تحقيق أهدافها، سواء في القضاء على حماس أو في تفكيكها أو حتى في إضعافها باعترافات المسؤولين الغربيين أنفسهم. هل هذا برأيك يمكن أن يدفع نحو مقاربة عربية جديدة؟ لأنه لا ثابت في السياسة، حتى لو كان يعني صحيح الدول صحيح العربية تريد القضاء على حماس مثلا كما قال بعض المراقبين، لكن لا ثابتة في السياسة. هل نحن أمام إمكانية أن تغير الدول العربية مقاربتها بشأن غزة؟ نعم، على المستوى التكتيكي نعم، على المستوى الاستراتيجي الثابت زي ما ذكرت حضرتك هي عدم رغبة الدول العربية في إنشاء أي نموذج للمقاومة في المنطقة. أما على المستوى التكتيكي فربما يكون في تعاون، وده شفناه في خلال 10 سنين فاتوا من مصر. كيف يكون الآن على المستوى التعامل، محاولة الدعم بشكل ما لوجستي والمالي لإعادة بناء غزة مرة تانية، محاولة تقديم قدر من المعونة أو الدعم بشكل ما لحركة حماس بدون إخلال موازين القوى. دايما طول الوقت الاقتراب والابتعاد، ويمكن من المهم أن حركات المقاومة تفهم الكلام ده، أن تبقى في هناك فارق بين الرؤية الاستراتيجية للدول وبين الأداء التكتيكي الذي لا يؤثر على هذه الرؤية الاستراتيجية. ونتفق أن الرؤية الاستراتيجية لكل الأنظمة العربية هي تفتيت كل حركات المقاومة بكل أشكالها. على المستوى التكتيكي لا، ممكن التعامل معها وممكن حتى دعمها بشكل ما، وممكن الوقوف جنبها سياسيا في توقيتات معينه لاحداث التوازن بين او للوصول لنقطه التوازن الحقيقيه بين القوى. الان في بدايه الحرب كان الكل مجمع على القدره على انهاء الحركه تماما واعاده بناء القطاع زي ما ذكر الدكتور عدنان، وما ماذا سيحدث بعد القضاء على حماس. دلوقتي الأمر اختلف، فبالتالي أيضا الدولة والأنظمة بتغير أفكارها لمؤامرة هذا التوازن الجديد تحت الأمر الواقع. نعم، تحت ضغط الأمر الواقع. أشكرك.
شكرا. مشاهدينا الكرام، ختاما اشكر ضيوفي. كان في الاستوديو معي عمر عادل الكاتب الصحفي، ومن مدينه بون الالمانيه نبيل شبيب الكاتب الصحفي الذي انقطع لاسباب فنيه من جهته، وكذلك عبر سكايب من العاصمه السويديه ستوكهولم الاستاذ عدنان ابو شقره الصحفي والاكاديمي. والشكر الاكبر لحضراتكم على كرم المتابعه. دمتم في حراسه الله.